في هذا اليوم أمينة وأبناء عمها موجودون في الحديقة، سيلعبون لعبة الاختباء. أزهر وجد مكانا جيدا للاختفاء، كذلك إرفان. انظر، ها هو عقيل، إنه مكان جيد للاختباء. فضل تهاني وسلوم الاختفاء بين الأزهار. هذا يزعج قليلا عائلة العضاء، ولكن لا بأس. 48 49 50. الجميع مختبئون جيدا إلا كليلة. اذهب كليلة، سيجدوني. تهاني، رأيتك أنت المخطئة. لا، إنها غلطة كليلة، تبقى بالقرب مني دائما ولا تختبئ. لن تلعبي معنا بعد الآن، إنك صغيرة، اذهبي. بعد ذهاب كليلة الصغيرة الجميع يتسلون كثيرا وطويلا. يحتمل أنها ظلت الطريق. آه، حيوان كبير أخذها. حيوان كبير؟ آه، أصابعه معقوفة تمتد منها مخالب وأسنان كبيرة ليأكل فريسته. مسكينة كليلة، هذا مخيف. يجب تخليصها. تعالوا معي، سنبحث عن أسلحة لمهاجمة الحيوان. في كوخ معدات والدي أمينة توجد حتما أشياء لمهاجمة الحيوان. سلوم يأخذ شبكة الفراشات للإمساك بقطعة من الحيوان الكبير. أزهر وعرفان يأخذون عصا لضربه. أمينة تأخذ خيطا لربطه. أما عقيل لا يأخذ شيئا لأن قوته كافية لقتل الحيوان الكبير. آه، سمعت صوتا وراء الأوراق. إنه حيوان كبير. ما رأيكم لو حضرنا أبانا وأماتنا؟ آه، أنا خائفة. آه، قنفذ كان يحدث كل هذا الصوت. آه، لقد خفنا. وقنفذ وجد كليلة. انظروا. أحسن، كليلة، استيقظ الآن، سنكون لطيفين معك هذه المرة. هذه المرة وبرفقة كليلة لعب الجميع وتسلى كثيرا وطويلا، وكليلة سعيدة جدا.
شمس